أكدت وزارة الداخلية البريطانية أن السلطات الفرنسية هي المسؤولة عن جميع الأطفال في مخيم كاليه خلال عملية الإخلاء، ومن ضمنهم أطفال قيمت حالاتهم لاحتمال نقلهم إلى بريطانيا، حيث أكد بعض العاملين لصالح جمعية أنقذ الأطفال أن مئات الأطفال اضطروا للنوم تحت الجسر في مخيم الغابة في ظروف قاسية جدا بينما كانت الحرائق مندلعة حولهم، وأن الوضع خطير للغاية بالنسبة للأطفال في الوقت الراهن. بالنسبة للأطفال الموضوع دقيق للغاية. أعتقد أنه على الحكومة البريطانية أن تستقبل جميع الأطفال الذين لديهم أقارب في بريطانيا. أعتقد أن المجيء إلى بريطانيا بحجة وجود أقارب أمر غير كاف، فالأقارب يجب أن يكونوا ضمن العائلة، أي أب، أم أو أخ. وبالرغم من ادعاءات مسؤولين فرنسيين بأن المخيم المعروف باسم الغابة في مدينة كاليه أصبح خاليا، لا يزال المئات من المهاجرين موجودين هناك، ويؤكد موظف الإغاثة أن نحو 100 طفل قاصر ومن دون مرافق تركوا بلا ملاذ. الليلة الماضية نام الكثير من الناس على أرصفة الطرقات وتحت الجسر، ورغب العديد بتقديم اللجوء لفرنسا، وبالطبع يرغب أغلب القاطنين الذهاب إلى بريطانيا للالتحاق بعائلاتهم وذويهم. وتصاعد دخان النيران في المخيم التي أضرمها المغادرون مع تواصل عمليات الهدم لإزالة الخيام والملاجئ يوم الأربعاء، والتي اعتبرها البعض ردة فعل من قبل المهاجرين الذين لا يريدون ترك مخيم الغابة. وكانت عمليات الإخلاء بدأت يوم الاثنين، حيث تم نقل 4000 مهاجر إلى ملاجئ فرنسية أخرى. مخيم الغابة في كاليه أصبح رمزاً لأزمة المهاجرين التي تعاني منها القارة الأوروبية. يتشاطر قاطنوه أوجاعهم وأحزانهم، ويجمعهم حلم واحد وهو التوجه إلى المملكة المتحدة. دانيا إرشيد، الإخبارية، لندن.